بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السادة الحضور، أنا سعيدة جداً النهاردة إني واقفة قدام سيادة الرئيس. اللحظة دي بالنسبة لي كانت حلم وقدرت أحققه من خلال حزب حماة الوطن. يمكن دي كانت أول تجربة سياسية ليا. والحقيقة أنا استفدت منها كتير، واستفادتي الأكبر وشعوري بالفخر عندما شارك حزب حماة الوطن في الحوار الوطني اللي أنا بعتبره فرصة تاريخية إن يكون عندنا منبر نجمع فيه كل الآراء من مختلف الأطياف والتوجهات. شيء إيجابي إن كل فئات المجتمع والقوى الوطنية وكمان المعارضة موجودة من غير أي إقصاء أو خوف. وافتكر إننا كنا أول المرحبين والداعمين للحوار الوطني، ونزلنا وسط الناس في الشارع من خلال لجان وقطاعات الحزب المختلفة، وسمعنا آرائهم وطموحاتهم واقتراحاتهم، وقدرنا الحمد لله نوصلها من خلال أعضاء الحزب اللي شاركوا في الحوار الوطني في معظم جلساته. والكل في حماة الوطن يجمعهم إرادة وعزم حقيقي إنهم يساهموا في إنجاح الحوار الوطني علشان يكون عندنا في الجمهورية الجديدة حياة سياسية اقتصادية اجتماعية يستفيد منها أبناء الوطن. سيادة الرئيس، زي ما مشروعات الدولة دايماً بتستهدف المواطن البسيط، إحنا كمان في حماة الوطن اهتمامنا وشاغلنا الشاغل هو الوطن والمواطن وإزاي ندعم الدولة وبكل قوة. وبجانب عملنا السياسي المعتاد في البرلمان كمان لينا دور خدمي أحب أتكلم عنه. مبادرة حماة الوطن لتوفير اللحوم الحمراء والتي بتستهدف استيراد حوالي 660 طن شهرياً وطرحها في الأسواق للمواطنين بكافة المحافظات بسعر التكلفة، وده علشان أهالينا في عنينا، فده واجب علينا. ده الشعار يا هانم، الشعار. وكمان شاركنا في المبادرة الأضخم كتف في كتف لدعم أهالينا في ربوع مصر علشان يتجاوزوا عقبات وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم واللي مصر اتأثرت بيها بشكل كبير. ومش بس كده، احنا كمان فتحنا مراكز الأمل في قرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة لتدريب المرأة المعيلة بالتعاون مع الوزارات المعنية، واللي حققت نجاح كبير تخطى كل التوقعات. والشباب كان اهتمامنا الأول، وكان ليهم دور كبير، سندناهم واهتمنا بيهم وعملنا لهم مبادرات كتير، أهمها البرنامج المتكامل إعداد كوادر الجمهورية الجديدة علشان نحفزهم على مواصلة السعي لتطوير مهاراتهم وتدعمهم بخبرات جديدة تؤهلهم للقيادة والمشاركة بفاعلية في الاستحقاقات القادمة. الحضور الكريم، اللي ذكرته ده جزء من مجهود الحزب، ووعد علينا إننا في حماة الوطن مش هنفوت أي فرصة لمساعدة ودعم الوطن والمواطنين. سيادة الرئيس، باسمي وباسم سيدات مصر سنستمر جميعاً في دعم وطننا على كافة المحافل، وسنكون دائماً على قدر المسؤولية وحائط الصد للوطن أمام كل ما يستهدفه من مؤامرات. حفظ الله بلادنا الحبيبة في ظل قيادتكم الحكيمة. شكراً جزيلاً سيدتي. وأشهد سيداتي وسادتي أن ممثلتي نبيلات مصر هما الأقل كلاماً على المسرح، وهذا مدهش في الحقيقة.